ال 622 اسم يلي موجودين بسوريا سيد حسن منن بولا شكل من الاشكال مفقودين. ال 622 اسم هن معتقلين ومخطوفين. المخطوف هو رفيقنا بطرس خواند لأنه هو شوهد وعنا كل البراهين على ذلك بالسجون السورية أن العام استلم المخطوفين الأتراك. طيب هالشخص اللي إجا سلمهم وينه؟ بكرة منروح منخطفه للسفير السوري ومنقول لهم يلا يا جماعة جندوا كلكم معنا. ساعتها الدولة أوتوماتيكياً رح تتحرك